ولمناقشة تهديدات ما تعرف بتنسيقية المقاومة المقربة من الإطار التنسيقي ضد المملكة العربية السعودية، معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا عزيزي. حياكم الله دكتور. ما تعرف بتنسيقية المقاومة في العراق تشن هجوما عبر بيان لها ينتقد سياسات وتوجه المملكة العربية السعودية، وكما تعرفون هذا البيان جاء بعد أيام من سلسلة لقاءات ومؤتمرات ضمت حكومة السودان ووفود من دول الخليج العربي. كيف تقرؤون توقيت وفحوى هذا البيان؟ في البداية شكرا جزيلا أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة، تحياتي لك ولجمهوركم المشاهدين الأعزاء. الحقيقة يعني هذه العملية لا تخلو من أدوار موزعة فيما بين هذه الفصائل وإيران من جهة، وحتى يعني الأمريكان أيضا بتوازنات معينة، لأنه هذا البيان اليوم اللي صدر الحقيقة بما يسمى تنسيقيات المقاومة أيضا صدر بالمقابل بيان لفصيل جديد اليوم لأول مرة يقرأ في كربلاء باسم كتائب كربلاء. يعني هذا يهدد البيان التنسيقيات، يهدد يعني عبر الميليشيات الولائية العربية السعودية ومصالحها والعلاقات العربية بصورة عامة. البيان كتائب كربلاء يهدد السفارة الأمريكية والقواعد الأمريكية في العراق. أنا أعتقد يعني هذه العملية أصبحت الآن يعني على مدى 20 عام تقريبا من احتلال غاشم ونفوذ ولاية الفقيه في العراق، عملية أشبه بالممنهجة أنه يراد منها إشغال الرأي العام العراقي، تفويت الفرصة على الشعب العراقي في تقرير مصيره، نعم. إشغاله أيضا حتى في قضية كيفية الخروج من هذا المأزق اللي مر به شعبنا على مدى هذه السنوات العجاف الحقيقة، لأنه لا تنمية لا وضع يتحسن الوضع الأمني والوضع المعاشي، وإحنا نشوف الأزمات رغم وجود يعني هذا الواردات النفط وكذا وعدم إقرار الموازنة. يعني أنا أعتقد توزيع الأدوار بين إيران ولاية الفقيه والميليشيات الولائية هذه مسألة مطروحة. أيضا السفارة الأمريكية يعني إحنا نشوف السفيرة أيضا اتهمت يعني عبر الكتائب كربلاء أنه هذه صهيونية وهذه يجب قتلها اغتيالها أو كذا. فطبعا هاي التهديدات والتهديدات المتبادلة هذه أصبحت الآن تسريبات إعلامية الحقيقة مثل ما قلت ليس أكثر من يعني منافسة مزاحمة على الأرض العراقية، أما هناك تخادم بالمصالح. يعني أمريكا تستفيد من أنه تبقى على الأرض العراقية بقواعد وتتوسع بقواعدها نتيجة وجود هذه الميليشيات، وهناك تكامل بالمصالح أو تداخل بالمصالح. نعم طيب دكتور، يعني إذا يعني أنت تفضلت بالحديث عن أكثر من نقطة في الحقيقة لتفسير ما جرى اليوم، فيما يتعلق بالموقف الإيراني من هكذا بيانات وهكذا تنسيقيات، وأنتم تعرفون أنه تم التوقيع مؤخرا على الاتفاق الإيراني السعودي بالرعاية الصينية، هل تعتقد بأن إيران غير معنية بأي تغيير حقيقي في العلاقة أو في تغيير في الوقائع الموجودة في المنطقة، وخاصة من خلال ميليشياتها وأدواتها التي تستخدمها بين الفينة والأخرى، وإلا كانت قد لجمت هذه الميليشيات على سبيل المثال؟ تمام طبعا إيران معروفة يعني النظام الملالي معروف براغماتية متناهية في البحث عن مصالحه وبقاء النظام على يعني على دفة السلطة في إيران وحتى في المنطقة. التوسع اللي حدث لم يأتي من فراغ، وإنما جاء أيضا نتيجة تنسيق بين إيران وإسرائيل وبريطانيا وأمريكا. يعني الناتو أيضا يعرف حق المعرفة أنه هذا التوسع الحقيقة صحيح هو تحت السيطرة تحت الإدارة، لكنه هذا التوسع يضر بمصالحنا، بالتأكيد يضر بمصالح كل الدول العربية التي احتلتها 4 عواصم عربية لغاية الآن
نفوذ ولاية الفقيه فاعل فيها. ولذلك السعودية يعني حتى تلجأ إلى الأساليب السلمية في إنهاء هذا الوضع، والدول العربية من ضمنها طبعا دول الخليج، وأيضا إيران أيضا مستفيدة من أنه يعني تتجاوز أزمتها الآن الخارقة في الحصار وفي قضية الملف النووي وقضية الحصار أيضا حتى يعني العزلة في المنطقة، أن ترضى يعني المشروع المصالحة الصيني بتأييد أو بتزكية روسية، هذا يصب لمصالحها. لكنه متى أن الحقيقة أن نستفيد من هذا الوضع كدول عربية، يعني حاضنة عربية، ترجع سوريا، يرجع العراق، ترجع اليمن، لبنان أيضا. هذه الحقيقة هي الأسئلة الكبيرة الآن اللي تدور في أذهان كل العرب والمسلمين، أنه هذه المنطقة يجب أن ننتهي من حافة الهاوية التي وضعتنا بها أمريكا وإيران والغرب بصورة عامة، أن نأتي إلى مرحلة إعادة الإعمار، وهذه لا تتم إلا بزوال الميليشيات الولائية، أن تنتهي دورها الفصائل المسلحة، وأيضا ينتهي دور القواعد العسكرية الأمريكية وحلف الناتو. هذا هو الواقع اللي، لكنه لا أحد من الطرفين يريد إنهاء هذا الوضع للأسف الشديد. نعم. أما الحكومة، حكومة السوداني على وجه الخصوص، ونفرد لها سؤالا خاصا دكتور، هي اعتبرت نفسها جزءا من نجاح توقيع الاتفاق الإيراني السعودي، لاحقا اعتبرت نفسها جزءا من موافقة عودة النظام السوري للجامعة العربية، وهي تعد نفسها أو إنجازاتها المتعددة. في ضوء البيان الذي تحدثنا عنه، ما المفترض أن يكون أو كيف من المفترض أن يكون موقف الحكومة منه؟ بالتأكيد الحكومة، يعني حكومة الإطار اللي يمثلها السوداني الآن، هو أحرص من بقية الفصائل على أنه يريد ينجح ببرنامج الحكومي وبتشكيلته الحكومية بمهامه كرئيس وزراء. طبعا هذه عملية أيضا مشوبة بالمخاطر الكبيرة والتعقيدات، لأنه هي حكومة جاءت من رحم الطبقة السياسية الفاسدة ومن رحم الإطار، لذلك لا يمكن السماح للسوداني أن ينجح على حساب مصالح الفصائل المسلحة الميليشيات الولائية، وعلى حساب مصالح إيران، ولا حتى أمريكا تسمح له أن ينجح على حساب مصالح أمريكا، بدليل أنه يعني مجلس النواب بالدورة الماضية صوت على جلاء القوات الأمريكية وإنهاء دور أيضا الميليشيات، لكن لا أحد يسمح الآن، وهي صلاحية الحكومة أن تفرض على الميليشيات سحب السلاح، إنهاء دورها وحصر السلاح بيد الدولة، وطبعا إنهاء أيضا وجود القواعد العسكرية الأمريكية. لكنه من يستمع لهذا النداء؟ لا أحد. بالتأكيد الحكومة الآن تحت مطرقة الأمريكان وسندان الإيرانيين والميليشيات الولائية، لذلك أنا أعتقد الحكومة رغم أنه اليوم أيضا هناك يعني مفاجأة شوية غريبة بالسياق الصراع اللي موجود الإعلامي، أنه السفير السعودي عبد العزيز الشمري أعلن أن هناك مشاريع استثمار كبرى بين العراق والعربية السعودية، يبتدأ بمشروع قيمته بحدود مليار دولار في قرب مطار بغداد، وهذا طبعا مؤشر على أنه السعودية، الدول العربية والعربية السعودية تحاول جاهدة تأييد السوداني في بعض المشاريع وإعطاء زخم للتقدم، لكنه العمل هذا مثل ما قلت مشوب بالحذر وال المخاطر الكبيرة إن دخلت رؤوس الأموال الكبيرة السعودية خليجية أو الأجنبية. هذا الحقيقة حال العراق للأسف الشديد، الحكومة لا يمكن أن تنجح دون أن تنتهي من الملفات الأمنية، تنهي الميليشيات، دور الميليشيات، دور إيران النافذ بالمنطقة عموما، وأيضا دور أمريكا، لأنه المصالح هي متصارعة متنافسة، لكن مصلحة الشعب العراقي للأسف الشديد هي المغيبة في كل المشهد اللي نشوفه. نعم. هل هناك فرصة دكتور أن يكون نوع من الاستقلالية لدى هذه الحكومة ولدى السوداني على سبيل المثال؟ هل ثمت فرصة ولو ضئيلة يعني؟
الفرصة كان بالبداية ممكن بالثلاثة أشهر الأولى، اليوم احنا تجاوزنا أكثر من 6 شهور دون إقرار الموازنة. نعم الموازنة المفروض كان يتم إقرارها خلال نهاية السنة الماضية، الآن احنا في الشهر السادس. هاي وحدة، هاي نقطة جوهرية. النقطة الثانية هي قضية ملفات الفساد اللي وعد بكشفها وإنهاء دور مافيات الفساد وحيتان الفساد. الميليشيات أيضا، هذه هي قضية اللي ناقشناها بالفقرات السابقة، دور أمريكا والغرب والناتو، دور إسرائيل، دور يعني مثل ما يقال الغرباء بالعراق، يعني الذين لهم نفوذ ومغيب دور الشعب العراقي. السوداني أمام مرحلة خطيرة جدا، يعني يتم حسمها خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، تتعلق بالموازنة، لأن هناك صراع أيضا بين إدارة الدولة، يعني ائتلاف إدارة الدولة، الحزب الديمقراطي الكردستاني بقضية الموازنة وإعادة الفقرتين 13 و14 في مراجعات حسابات النفط ما يتعلق بإقليم كردستان. أيضا القضية الثانية قضية يعني إنهاء وضع المغيبين والمفقودين والسجون مثل ما يقال السرية لدى الميليشيات، يعني هذه أيضا فقرة أخرى لم يتم التطرق إليها خلال هذه الفترة. هناك وعود كبيرة قدمها السوداني من خلال برنامج الحكومي لم تنفذ لغاية الآن، لذلك أنا أعتقد راح تمر الحكومة ب يعني مطبات كبيرة خلال الأيام أو الأسابيع القادمة. أنا لا أتوقع أن يعني يمر الشهرين القادمين خصوصا في الصيف وأزمة الكهرباء وأزمات أخرى تمر بسلام على الحكومة هذه، إن لم يكن هناك فعلا إمكانية إسقاطها أو إقالتها من قبل الإطار التنسيقي. والعراق مقبل على متغيرات كبيرة، حتى أنا أعتقد عسكرية أمنية، يعني إذا دخلت إيران وأمريكا للأسف الشديد نقول أنه العراق مرشح أن يكون ساحة منافسة مسلحة لا تحمد عقباها على الشعب العراقي. نعم. لم يبقى لدينا وقت، كان بودنا أن يعني نتحدث أكثر في النقطة الأخيرة، لكن شكرا لك دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا.